ساعة حرة وهي تأتيكم من العاصمة السودانية الخرطوم، وفيها نستضيف الدكتور حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض، ونتحدث فيها طبعا عن الانتخابات على مستوياتها كافة. دكتور حسن الترابي أهلا بك عبر قناة الحرة. تخوضون هذه الانتخابات على كافة المستويات بما فيها الرئاسية، من أجل ماذا يخوض المؤتمر الشعبي هذه الانتخابات؟ أولا، هذه أول عهدنا بانتخابات على أصعدة مختلفة. كنا قديما ورثنا بالطبع تقاليد النظم البريطانية، إنما تنتخب نوابا هم بعد ذلك يتولون أمر رئيس الوزراء ورأس الدولة الاسمي في نظام برلماني قديما، لكن الآن أصعدة على الولايات فالواري وصعيد على وثانيا بعضها انتخاب مباشر للنائب في دائرة جغرافية، وبعضها لمناهج الأحزاب، وهذا شيء جديد، يعني قوائم نسبية حتى تقارن بين المناهج لا تقارن بين الأشخاص حسب. وثالثا، هذه أول عهد منذ 20 سنة من الانكباد بالطبع السودان، لكل جديدة لذة وفرجة جديدة. ورابعا، أجيال بالطبع في هذه العهود الذي يبلغ 41 سنة لم يصوت من قبل أصلا، انتخابات جديدة، وهؤلاء أكثر وعيا. والحركة في السودان الآن لأزمات مختلفة جعلتهم يموجون يتحركون يهاجرون كثيرا، ووسائل الاتصال الحديثة طبعا التي لم تكن معهودة في الانتخابات القديمة أصبحت جديدة بالنسبة لهم. فلذلك الانتخابات وقعها على السودان مع كل الضيوف الأجانب بالطبع، لأن السودان صاحب أزمات ذات وقع في العالم، فالناس يأتون لا لمرابط انتخابات، ولكن قد يترتب عليها ما يجري في الجنوب، ما يجري في الغرب، ما يجري في الأصولية مثلا. فهذه انتخابات ذات وقع، ونحن نعلم أنها لن تكون انتخابات كاملة، لأنها هو كنا قديما انتخاباتنا من نظام استعماري إلى نظام وطني أو نظام عسكري إلى ثورة شعبية، وتدير الأمر حكومة انتقالية لا يشتبه بأنها تنحاز لأحد، لكن الآن ذات الحكومة الدكتاتورية بضغوط من الجنوب ومن الخارج تضطر إلى أن تفسح شيئا للحريات. لكن دكتور ترابي، حينما يسمعك أحد من الخارج أو من السودانيين وأنت تأتي على ذكر الثورة الشعبية وعلى حكومة انتقالية وأن هذه الحكومة الآن دكتاتورية، يتساءل كثيرون عن دوركم في ذلك. دائما ما يحكى ويقال أن هذا الحكم القائم الآن إنما هو صنيعة بين مزدوجين الدكتور حسن الترابي الذي خطط لما سميتموه ثورة الإنقاذ ويسميه آخرون الإنقلاب، هل تعترفون بمسؤولية ما عن بذور هذا الحكم؟ نعم بالطبع، كلما اقتربنا إلى السلطة الغرب له قيم، من قيمه الديمقراطية من تجاربه الإنسانية، لكن القيمة الأعلى ألا تخرج الديمقراطية وألا تلد إرادة وطنية ضد مصالح الغرب، لا سيما إن كانت فيها نزعة دينية أصولية، هذه موروثات منذ الحروب الصليبية والحروب الاستعمارية بالطبع. ولذلك كانت انتخابات في الجزائر أو كانت في تركيا أو في أي محل، هم يتجاوزون الديمقراطية وحريات الإنسان تماما لسد لكف هذه الإرادة ألا تظهر وتقابلهم. مرة بعد مرة حدث في السودان بالطبع، يعني دخل علينا مع أيام نميري من حرضوه علينا، فنزعنا من السلطان قبل أن يتذكر أن يفصل الأمر إلى السجون، وسقط بعد ذلك. ومع السيد الصادق المالي كنا في ائتلاف، ولذلك جاءه الجيش وقال نحن مضطرون بضغوط خارجية قد يسلى علينا التمرد حتى يكتسح البلاد. فلذلك قلنا كأنها النمط الفرنسي، يعني كنا نريد الديمقراطية أن تحدث تطورا، تأتي تطورا، لكن الديمقراطية في الغرب جاءت كلها ثورات على النظام القديم. وهذا كان قصدنا نحن، لكن الخطأ الذي ارتكبناه أننا لأول وهلة حتى لا يخرج هويتها، لا تخرج ظاهرة يعكف عليها العالم كله ليقضي عليها طفلا، يعني ليأيدها في الطفولة، أخرجناها مجهولة الهوية انقلابا عسكريا. الناس كانوا يحبون الانقلابات العسكرية، لا يحبون ديمقراطية في السودان حتى لو كانت أي ما كانت، لأنها تعدي البلاد التي حولنا عربية وإفريقية. من هم من لا يحبون ديمقراطية في كل السودان؟ الجيران العرب ولا فارقة، إذا 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 شاعت ديمقراطية في هذا البلد بالطبع هذا له واقع مع بالإعلام على البلد المجاور، فيقولون كيف يعني
هذه الديمقراطية تلقى العفو يعني في السودان، ونحن أولى حضارة مثلا بها يعني. فلذلك أخرجنا انقلابا عسكريا، وكنا نريد بعهود بيننا وبينهم أن تتطور مسارعة نحو حرية الصحافة، ثم حرية الأحزاب، ثم اللامركزية، فيتعسر على أي قوة أجنبية بما ذلك أن تتدخل في صد الإرادة الوطنية المنتخبة. ولكن العسكر هذا نمطهم، يعني بدأنا ندرك ما كان ينبغي أن ندركه بدراسة التاريخ. نعم، ولكن يعني 10 سنوات أنتم مسؤولون عنها ربما في البداية كدكتور حسن ترابي، وما صار لاحقا فريقه في المؤتمر الشعبي. طبعا ما الخطأ الأبرز الذي ارتكبتموه؟ يعني هل كان الخطأ صابرناهم كثيرا، وثقتم زيادة عن نعم اللزوم؟ صابرناهم كثيرا، يعني رأينا أنهم يرون أن المال العام للسلطان يتصرف فيها النشاء، ونحن بالطبع لا سيما بدوافعنا الدينية أشد حرصا على لا يغل أحد بالمال العام. وكنا نريد أن تتوزع السلطات في السودان، وهي قارة لا يمكن أن تحكم من عاصمة، نترك كل ولاية يعني همها شؤونها. نعم الفيدرالية يعني في السودان. هما طبعا القائد العام لا يعرف شيئا، كذلك يعرف أنه أميره لا بد أن تثري الحريات للصحافة، حتى لو نقدوك لا بد أن تفتحها، لأنه الناقد يصلحك يعني، بغير نقد أدبي لن تطور. هل هذا هو سبب الانفصال فيما بينكم؟ يعني أنتم تقولون أنكم أردتم إتاحة الحريات لكافة أرجاء السودان، وهذا هو السبب الذي جعلكم والرئيس البشير تفترقان وعلى خصومة شديدة، لكن كان هناك اعتقالات وتعذيب وسجون وفساد وما إلى ذلك في البدايات الأولى هذه للثورة. كانت إحدى قضايا الخلاف، كنا نرى أن الأمن ينبغي أن يبعد، يقدم التقارير وحسب، وأن تترك للشرطة وللقضاء وللإجراءات. لكن أول الأمر بالطبع يعني حديث العهد دائما تقول لعلنا يعني لعلنا نكيفه شيئا فشيئا، لكنه كلما بقي لم يتكيف ليفسح، وإنما تمكن. هل كيف أناسا من فريقكم وصاروا معه؟ أنت تشعر بنوع من خيبة الأمل حيال من يسمون تلاميذك وهم الآن في دائرة الرئيس البشير؟ السلطة تفسد أي ما إنسان، يعني إنسان لا يتعرض في حياته العامة لقضية الأمان في المال، لأن وراءه السلطان، وراءه القضاء، وراءه الفضيحة. لكن إذا تولى السلطة من يفضحه؟ من يقاضيه؟ والمال تأتي بفورات لا تسعه مواعينه الأخلاقية. لكن المؤتمر الشعبي الآن يخوض الانتخابات من أجل الوصول إلى السلطة، ألا تخشونها فسادها؟ لا، لكن درسنا أن السلطة فاتنة، فإذا قدمنا أحدا للسلطة لا نبقيه فيها إلا زمنا حتى لا تنهار مقاومته، حتى لا يعدو على الآخرين الذين يعارضونه كما فعل هذا هؤلاء بنا، وحتى لا يمد يده إلى المال العام. أولا نحاصره جدا، ضوابط تمام وموازنات له، ويبقى حينا ثم يتولى الحياة العامة. هذه طبعا نحن كان عندنا دوافع دينية، الإسلام ما كانت فيه تركة قانون دستوري وحكم، كانت كلها خلافات مطلقة مستبدة موروثة هكذا. والعلماء كذلك مثل الرباني والأحبار قديما في هنالك يتعارفون مع الملوك في أوروبا، يقولون هذا هو السلطان والخروج عليه فتنة، فلذلك يطغى على الناس ويطغى على المال المعام كما يشاء. فليست والصوفية البلد كلها دخلها الإسلام لا فتحا، بل بالطرق الصوفية. والصوفية لا يقربون السلطان أصلا، هم في طرقهم وفي خلوتهم بعيدا، ويظنون أن هذه أرض الشيطان، السوق والسلطان. فلا نتمتع بأخلاق لنقاوم بها فتن السياسة، ولا بأحكام حتى من الضوابط وتوزيع السلطة وموازناتها حتى ينضبط المليار الأمر. يعني أشرت مرتين إلى مسألة الجانب الديني فيما كنتم به عام 1989، وهو يعني الانقلاب الذي حصل حينذاك. هل الآن لا تزال لديكم نفس القناعات الدينية التي كانت حينذاك؟ وإذا ما شعرتم الآن أن الوضع القائم ربما أسوأ مما كان قبل ذاك الانقلاب، هل لا تزال لديكم عقلية الانقلاب؟ لا، أما عقلية الانقلاب فطبعا نحن بدأنا ندرس وتبين أنه في تاريخ الإسلام وفي تاريخ كل النظم الأخرى
بعثية أو شيوعية، كان دائما الطغاة إذا تمكنوا يثورون على المفكرين ويثورون على الأحرار منهم، حتى الذين غادوهم إلى السلطة، يعني لأنهم لا يريدون أحدا ليضبطهم. تتحدث عن تجربتك مع الرئيس البشير تحديدا؟ معهم جميعا، مع كل السلطة، يعني حتى لو صوب على فرعون وحده، لا، معه هوامين وقوامين حوله بالطبع، أصحاب مصالح اقتصادية وأصحاب وظائف عامة ورتب هكذا. ونحن سترنا كثيرا من الخلافات، لكن بدأ انفجرت في الآخر كلها حول هذه القضايا: أمانة المال العام، المحاسبات، لأنهم يتحصرون طبعا بالسلطان. نعم. وثانيا العهود مع الإخوة الجنوبيين ومع الدستور نفسه، ويقسمون عليه ولكنه ورقة. المسلمين لا يعرفون كلمة دستور، كلمة فارسية طبعا، لا يعرفون أنها عهد بين الناس ينبغي الوفاء بالميثاق. وثالثا الشورى، نحن نؤمن من الصلاة إلى الحكم، يعني أن الإنسان نقدمه نحن ونراقبه، وإذا انتهى أجله لا سلطان له علينا. فالحريات للناس، يعني في المدينة كان من يطعن في الرسول بكلمته ترد عليه بكلمة تقدر منها الحق. الآن أنتم دكتور حسن الترابي مقتنع تماما أن الأسلوب ل الوصول إلى السلطة أو لتغيير حكم أو لإعادة تثبيت نظام ما أو لتعديل نظام ما، طريقه الوحيد هو الديمقراطية والانتخابات وليس الانقلابات، أو باللغة العربية حكم الشعب، ديمقراطية يعني. يعني الرسول نفسه إذا كنا نقتدي به دخل المدينة لا بفتحا، يعني دخلها برضا الناس يعني وبعهدهم يعني. يعني ولكن لو كان رضا الناس يستوجب انقلابا تقوم به؟ ماذا يستجيش انقلابا؟ يعني إذا كان تريد أن تقوم بانقلاب وتقول إلا هذا يعبر عن رأي الناس، لا إلا أن تدفع لك، لا، لأنه الذي يدير الانقلاب إذا تمكن بعد ذلك الهوى يأكله والسلطة تفسده، وبعد ذلك لا ينسى الناس إلا أن يؤيدوا ويصفقوا له هكذا أتباعا. الجهاد فقط هي مقاومة لعدوان عليك، يعني إذا لا تستطيع أن تتركه يمكن أن تجاهد بقدر ما يرد عنك دفاع عن النفس يعني. نعم. فقط. لكن في السلطان ينبغي أن يسود، ولو أخذنا وقتا طويلا يعني في زيادة الكسب يعني شيئا، ولو ضيقت علينا الحريات نحتمل حتى. نعم. الآن ندخل انتخابات يعني احتمالا لكثير من الضيق بالطبع. نعم. شيء خير من لا شيء يعني. يعني تاريخ السودان الحديث حافل بالانقلابات. نعم. ترى الآن أن هذه الانتخابات على رغم ما تنتقدونها بها من مساوئ تمهد طريقا لان تنهي عهد الانقلابات. نعم. في السودان هل انتهى ولا عهد الانقلابات في السودان؟ فضلا عن انقلابات في العالم من حولنا كلها اصبحت يعني يحاذر الناس الا يقدموا عليها، لانها اصبح فكرة الديمقراطية وحكم الشعب يعني اصبح مشهورا جدا، فالضغوط الدولية الان تدخل على كل بلد. ثانيا كل الاحزاب الكبرى عندنا من قبل احدثت انقلابا، فانقلب عليها الذين او عزت اليهم بالانقلاب، واوذيت اكثر مما اوذي الاخرون. نعم. اليساريون وحزب الامه في اول العهد، ونحن كذلك يعني، وما زلنا معتقلين عند المحتريه اليوم. فكل بالتجربه الشخصيه ايضا، لا بالفكر وحده وتطوره يعني. نعم. اصبحنا ارشد. نعم. واغنى عن ان يحدث البلد انقلابا، حتى لو كان التطور بطيئا خير لنا من انقلاب واستعمال الصين. نعم. طبعا في الأجزاء الأخرى سنناقش بعض تفاصيل هذه الانتخابات، ولكن سؤال أخير وجواب سريع لو سمحت حول مسألة تلك الفترة. هل ما شعورك تجاه الناس الذين كانوا رفقاء لك أو تلامذة لك وصاروا لاحقا من منتقديك والقائلين بأنك لم تحسن في تلك الفترة ربما إدارة الأمور، ويبررون سياساتهم وهم في فريق الرئيس البشير؟ أولا أنا ما كنت شيخا ولا طاهية، لا نعلم ذلك في السودان. الحركة الإسلامية أصلا من أول يوم قامت طلابا في ذات العمر يعني، فما كان عندنا شيخ مثلا الذي نقدمه. ألست شيخهم؟ لا كلا، هذه كلمة شيخ جاءت بعد أن شيخت، لأن كنا طلابا أصلا. الحركة دفعها كان من الصفوة الجديدة، فانتشرت في العامة بعد ذلك، وكانت تعمل بالشورى فقط وتفعل مع الآخرين حوارا ومجادلة لا مقاتلة فقط. ولكن لما بدأنا نختلف في السلطة، بعض الناس قالوا لا يمكن أن نكون قد جئنا بسلطان الإسلامي وهو أول مرة في العالم السني يعني أن نفقده، حتى لو كان معيبا لا
بد أن نحفظه، وبعضهم فتنته المال من العسير عليه أن يخرج، وبعضهم فتنته الحرية والخوف لأنه يعني طبعا سيودع في السجن إذا خرج كما حصل معك كما حدث معنا يعني. نعم. لكن كثيرين بالطبع خرجوا من السلطة واستقالوا تماما من السلطان، من عالي السلطان، وعامة الناس في تحت ما زالوا في مواقعهم يعني، قد يسكتون أو يسكتون طبعا، ولكن سترى في الانتخابات يعني أن كثيرا من الناس إذا فسحت لهم أيما فسحة لحرية التعبير سيقولون رأيهم. كل النظم هذه، النظم الدكتاتورية كل هذه في انتخاباتها الشكلية التي تديرها 99% لصالح. سنتحدث عن النسب المحتملة ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بعد قليل لمتابعة هذا الحوار من العاصمة السودانية الخرطوم مع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الدكتور حسن الترابي، فابقوا معنا. عودة مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من ساعة حرة من العاصمة السودانية الخرطوم، وضيفنا الدكتور حسن ترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض. دكتور ترابي، هذه الانتخابات ترشحون فيها للرئاسة شخصا جنوبيا هو السيد عبد الله دينجنيال، ما هي الرسالة التي أردتم إيصالها في هذا الترشيح؟ أولا، الأزمة الكبرى في السودان هي أزمة الجنوب الشمال التي ظلت تستعر وتهدأ ولكنها لا تنحسم ولا تسوى أصلا منذ الاستغلال، منذ قبل الاستغلال، والآن أوشكت أن تنتهي إلى أن ينفرق الوطن يعني، وقطر هائل طبعا في الجنوب سيخرج منها يعني غالبا 90% مما تحرياتنا، لأن نحن حزب قومي ليس كالأحزاب الأخرى التي هي غالبا شمالية أو جنوبية، لنا فروع حتى في الجنوب، فنتبين ما هو الرأي العام هنالك. النزعة الآن كلها للهوية وللانفصال، فلذلك أردنا أن نخرج واحدا منهم حتى نحاول أن نستدركهم أن هذا السلطة ليست حكرا لأهل الشمال الأقصى كذلك، حتى في الأقاليم الشمالية هو أيما واحد من أهل الهوامش حتى أهل الغرب وحتى أهل الشرق يستشعرون بهذه الهامشية في حياتهم، لأنه أخطاء القطر واسع الأرجاء. وثانيا، أخرجنا لهم واحدا يعني الشمال لا يظنون أنه جنوبي قد لا يتحدث العربية، هو يدرس اللغة العربية ودرسها في الأزهر يعني في جامعة يعني، وهو كان وزيرا للشؤون الدينية، وهو الوحيد الذي عبر من قبل. الولاة الشماليون لا ينتخبون للجنوب، لا يعينون للجنوب، والجنوبيون كذلك كله فيما يليه. هو الوحيد الذي عبر إلى ولاية شمالية من قبل، وولد في ذات المكان الذي ولد فيه جونكار، ومن أكبر القبائل الجنوبية وقبيلة الدينكا. ثانيا، الذي يرأس هذا الحزب تجاوز 70، ونحن لا نريد لأجيال 70 أن تظل هي يعني، صحيح أنها حرمت من أن تمارس سلطتها وتسلم لمن يخلفها يعني، لكن الآن هذا الشوط البعيد من الانكبات، من الخير أن تعود سلطة التنفيذ إلى من هم أدنى منا عمرا يعني. هل هذا هو المبرر الحقيقي لعدم ترشحك في مواجهة الرئيس البشير، أنكم في المؤتمر الشعبي يعني تمنعون لمن هم فوق 60 أن يمارس المهام التنفيذية، أم أنك كما قد يرى أو يحلل البعض تتجنب أن تخوض مواجهة مع الرئيس البشير حتى لا تفسر أنها مواجهة شخصية وألا يقال لاحقا أن الرئيس البشير فاز على الدكتور الترابي؟ هذا ليست كلمة في هذه المناسبة يعني، كنت أقولها في التلفزيونات في العالم، أنه أجيالنا في هذه المجتمعات يتوالد الناس فيها أولادا وأحفادا أكثر من أوروبا العربية. أوروبا العربية لا يلد الجوز إلا واحدا أو اثنين، لكن هنا ما شاء الله نحن تبارك الولادة عندنا. فمن الخير دائما الأجيال إذا تقدم بها العمر وبقيت عندها الحكمة والتجربة أن تركن إلى مواقع الفكر والتدريس أو الشورى، وتترك التنفيذ الإداري
المالي والتنفيذي للأجيال اللاحقة. وضع السودان الآن أليس بحاجة إلى هذا الكم من الخبرة والحكمة التي لك وتتمتع بها لتكون في قيادته؟ أنا متاح يعني، يمكن أن أتحرك في البلد وأخطب، ويمكن أن أكتب كأني كاتب كتب أيضا، وحتى في هذا المجلس يمكن أن أدخل بالنسبية يعني، نعم. أدخل عضوا يعني، فشورى والخطط وهكذا يمكن أن أشارك فيها. لكن من الخير، أنت تعلم يا أخي، هذه والله أنا أكره هذه الوظائف لأنها كلها تنفيذيات واستقبالات ووضع حجر أساس وفصل، كلها إداريات صغيرة أحيانا يعني يقدر عليها ذو الطاقة، لكن أنا طاقتي التي بقيت عندي أريد أن أوفرها للكتابة أو للخطابة مثلا حسب يعني. ولكن نحن قضية الجنوب أساسا عالجناها بهذا العلاج، وهذا الخيار لم نكن منا نحن، استشرنا كل هيئة الشورى في السودان 76% وزيادة، قالوا قدموا لنا جون جارانج. وأردنا أن نخرج حتى من نفوس الناس ما لا يجاهرون به، الناس طبعا الآن أصبحوا أكثر حياء، لك السيد أكثر حياء أن تقدم جنوبي. طبعا تعرف في كل بلد هنالك بين الأقاليم وبين الشعوب بعض المساخرات والمفاخرات، أحيانا نعم. يجاهرون بها وأحيانا يكبتونها يذنجون بها، ولكن لا يواجهون في وجهك نعم. أنت كذا وكذا. وأردنا أن نغير المجتمعات، هذه حركة، أي تغيير اجتماعي أصبح التقدم ليس بالحكم وحده ولكن بالتطور الاجتماعي. فإذا تقدم المجتمع وأصبحت اختلاف الألوان واختلاف العروق لا يجدي، وإنما فضل الناس بكسبهم يعني. هل تلمح في ذلك دكتور ترابي إلى أن هذا الترشيح يحمل في طياته رسالة تغييرية كخطوة أولى وليس هدفه الأساسي الفوز؟ هل هناك فرصة فوز حقيقية؟ طبعا نرجو أن نفوز طبعا، ولكن نحن لا نحسب بشهوة السلطة. بعض الناس ما إن يترشحوا من نفس السلطة كلهم سأكتسح وسأفوز، نحن لا ندعي ذلك. الآن هذا وقف على المرشحين الآخرين، الآن كلهم بدأوا ينزلون على الترشيح. المرشح الذي قدمه الجنوب وهو شمالي نعم. ليس لم يبلغ في السلطة ما يبلغونه، من العسير عليهم أن يكون هو الرئيس وهم تحته يعني، ومن العسير عليهم أن يكون رئيسا للسودان وبعد ذلك هم يجنحون الانفصال. الناخب الجنوبي بعد ذلك يقول أنا رأس البلد هنالك في الخرطوم، فلما أنعزل عنها؟ ولكن أليس الأمر نفسه في حال يعني أنتم تقدمون مرشحا جنوبيا الآن في حال فاز بالرئاسة وسيكون نائب رئيس جنوبيا، ألا يرتد ذلك على الشمال بشعور بتهميش أو ما شابه؟ لا كلا، السودانيون يريدون وحدة، الغالب منهم ثمة نزعة فيها جاهلية بعض الشيء، يريحون من الجنوب مرة واحدة. أين هي موجودة هذه النزعة؟ لدى المؤتمر الوطني؟ بعض عناصر المؤتمر الوطني يعني، الصحف تنبئ كما أين المواطن يعني، ولكن غالب السودانيون يرون أن العالم الآن يتجمع فيه الدول الكبرى حتى كلها تتكتل، فكيف نقطع على البلد؟ والآن الحمد لله أكبر بلد في القارة الإفريقية، سكانه 40 مليون فقط، وهو يعني سكانه قليلون بالنسبة للمساحة، وهو يستوعب الناس من إريتريا، يستوعب أكثر من مليون في السنوات القليلة الماضية على الحروب بين إثيوبيا وإثيوبيا، ويستوعب من الغرب أيضا مهاجرين من الصحراء ومن أي مكان البلد، فالبلد يستوعب، ليس فيه قومية وليس عندنا اسم لقومية، نحن اسمنا السود فقط يعني، أسود سودان يعني. فلذلك البلد منفتح ويحب دائما أن يكون مفتحا إلى جيراني، 9 جيران يعني، ويتعاون معهم. الغالب هنا عندنا حب الوحدة. النزعة الانفصالية موجودة لدى بعض الناس في المؤتمر الوطني كما تقول، ولكن لدى غالبية الحركة الشعبية مثلا أم لا؟ غالبية الحركة الشعبية، لا أستطيع أتكلم عن الشعب يعني، أتكلم عن السلطة. أنا تكلمت عن السلطة وتكلمت عن الشعب. النزعة الآن في الشعب وفي السلطة هي نزعة للهوية، ظلامات تطاولت عليهم. وطبعا كل ما السودان حكمه الدكتاتوريون العسكريون يقبضون كل الثروة هنا وكل السلطة هنا، وذلك يستشعرونهم بالحرمان أكثر مما يستشعر الناس هنا. الناس يجدون مجالات في الكسب المالي وأخرى، يتنفسون الأدبي يتنفسون بها عن أنظمتهم، لكن هنالك أولا تخلف زائد فاحش، فوارق فاحشة، فلذلك الآن يريدون أن يستقلوا تماما، ينفصلوا. ولكن ونطمع حتى إذا مثل يعني بين الزوجين يعني، حتى إذا تفاصل الحين يمكن يتراجع الحين، أمريكا أوروبا الغربية تقاتلت وسفكت دماءها حين طويل والآن تريد أن تعود. هل في الانفصال المحتمل نذر حرب جديدة
بين الشمال والجنوب. كلا، الحرب الأخطر هي الحرب في الجنوب. طبعا الناس إذا كان لهم عدو مشترك كلهم جبهة واحدة كالأفغان على الروس، إذا ذهب الروس بعد ذلك الشر يدور. الثورة الفرنسية لما ذهب كل النبلاء بدأت الثورة على 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 نفسها. فالخطر الأكبر على الجنوبيون على أنفسهم. يعني طرحت سؤالي عن احتمال حرب بين الشمال والجنوب انطلاقا من مشاكل تتعلق بالنفط، لأن يعني ثمة في وفق بعض الإحصاءات أن 90% أو 70% من النفط هو في الجنوب، و 70% من موازنة السلطة هنا أو موازنة السودان نتيجة هذا النفط. هذا طبعا من سوء إدارتنا للمال. لما جاء النفط في كثير من البلاد الإفريقية والعربية تركوا الزراعة وتركوا الصناعة وعولوا فقط على هذا الذي آخرون يكتشفونه وآخرون ينتجونه وآخرون يبيعونه ويعطونك المال، يعني المال الهين. يعني دائما الناس فيهم هذا العيب. ولكن هذا البترول نفسه الذي يتحدث عنه على الحدود هو غالبا هو ما ذاهب إلى جفاف بعد 5 سنوات، هو نهري الأصل ليس بحيري الأصل. ونبحث نحن عنه وهم يبحثون عنه في مواقع أخرى، ولكن الزراعة أهملت تماما، والمشروعات الكبرى في السودان التي كنا نعول عليها في الصادر موازنة تجارية لنا كلها تقريبا انهارت بالإهمال والتعويل على اليسير الكسب. ولكن كل الحدود أكثر من نحو 1500 كيلومتر، هذه الحدود حية. فإما العسير أن تحترف فيها، الناس أحيانا يختلطون بالدم يتزاوجون ويدخلون ويخرجون على بعض بحيواناتهم وبحركتهم. من العسير أن صحيح إذا حدثت مشاكل في الجنوب قد يأوي إلينا كثير منهم، وقد حصلت فينا مشاكل نأوي كما نأوي للجيران الآن نأوي إليهم، لكن أن تقوم حرب هنالك هذا عسير جدا. والسودانيون أخذوا دروسا منذ الاستغلال، أغلب طاقتهم أفنوها في القتال وفي الحرب وفي الحرق، واختركوا البلد متخلفة. الآن أغلب الرأي العام يائس من ذلك. قال يعني فاز الرئيس البشير، أجري الاستفتاء في السنة المقبلة في بدايتها وانفصل الجنوب. كيف تصحو على أي سودان يمكن أن تصحو؟ طبعا تظهر فيه عروبته، طبعا عروبته لأنه الآن يلطفها بعض شيء، هم كلهم يتحدثون العربية هنالك، وتظهر فيه إسلاميته كذلك، هم فيهم مسلمون وفيهم مسيحيون طبعا، فيهم لا إله إلا هؤلاء. والسودان غالبا يعني سيعنى بعلاقاته بالجنوب لأن حدود واسعة وبالبلاد الأخرى ما أحسب أن أمرا كثيرا، لكن أهل السودان سيأخذون الدرس والعظة وسيقومون على أي ما بقية ولو في قدر قليل من الدكتاتورية في السودان. الآن يريدون الحرية، كلفتنا أن قطعت أوصالنا وربما تقطع الغرب أيضا، دارفور أيضا بلد أخرى وكانت دولة مستقلة في قديم الزمان، إلى الآن لا ترفع لنا بطاقة تقرير المصير. لكن إذا ضيقنا عليها هكذا بالدكتاتورية هنا وبحجب المال عنها والسلطان عنها، وهي كانت لديها تراث دولي، وفي الحرب الأولى حاربت مع العثمانيين ضد الإنجليز، فالسودانيون أنا مطمئن أنهم سواء اتحدوا سيعاملون الجنوب معاملة طيبة حتى لا تستعير بينهم الفتن، أو بقوا وحدهم سيتعاملون الغرب وسيتعاملون مع السلطان بعد ذلك معاملة جادة. المزيد بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بعد قليل متابعة لهذا الحوار مع دكتور حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي السوداني، تابعونا بعد قليل.
عودة مشاهدينا الكرام لمتابعة هذا الحوار ضمن ساعة حرة من الخرطوم مع زعيم المؤتمر الشعبي المعارض دكتور حسن الترابي. دكتور حسن الترابي، في هذه الانتخابات التي تستعدون لها المؤتمر الوطني يقول إن المعارضة تلقي باتهامات التزوير عليه وعلى مفوضية الانتخابات لأنها تريد الهرب من فشلها الجماهيري وبأنها متشتتة وليست موحدة، وبالتالي تلقي كل هذه التهم على الآخرين، كيف تردون على هذا؟ كلا، ما هي بمشتتة الآن، حتى مناهيها كلها وغالبها تصوب على الحريات، هذه أصبحت أزمتنا، بسط الحرية يعني موازنة مع السلطة، واللا مركزية موازنة مع التغبط والتمركز والاحتكار للسلطة، و فروآن العامة هي تقاربت جدا، حتى اليسار جدا، طبعا النموذج اليساري حدث له ما حدث فاقترب مع الآخرين، ولكن هم عهدوا من قبل الانتخابات الحرة في حكومات انتقالية يرأسها وزراء لا يخوضون الانتخابات أصلا، هم في المعاشات أو نحو ذلك، ولكن هذه نفس الذي يرأسه هو الطاغية الذي ظل فيهم بضع وعشرين عاما وأدار بضع من الانتخابات وحده، يعني لنيل 99، يعني عرفوا التصويرات والانتخابات كلها كانت كلها زور في زور، يعني لأن ليس لك معارض أصلا. أن هذه الانتخابات تمهد لفتح مجال للحريات ولذلك تخوضها، ولكن ألا ترى في إصراركم على البقاء في هذه الانتخابات في مقابل انسحابات لأحزاب عريقة أخرى في السودان نوعا من تزكية الرئيس البشير أو تزكية المؤتمر الوطني؟ كلا، هم أحزاب كانت كلها تعول على القيادة التاريخية والآن التاريخية كلها، فما كانوا يعنون كثير بالقواعد، عندما التفتوا الآن بعد حجبهم على قواعد أيضا فأداروا إليها ليديروا يعني الانتخابات والترشيح، وجدوا كثيرا من الكبار الذين كانوا هم معالم المجتمع ماتوا مثلا أو رحلوا بكثرة حركة المجتمع، لكن نسبيا نحن طبعا حزب حديث، يعني فننظم نفسنا، يعني حتى لو كنا في كبت في انحصار بالنجوى بالسرية بأي ما فلم نجد صعوبة كثيرة في أن نمتد في كل السودان، كل السودان، لا مناطق تقليدية لنا، كل السودان. نعم، وحتى المرشحون للمؤتمر الوطني هو الذي بادر إليهم لما اختار غير الذين كانوا يطمعون فيها انقلبوا عليه وكلهم خرجوا، الآن عندنا أكثر من 1000 مرشح مستقل. أولا الأحزاب ما كانت معهودة، فالناس أغلبهم أصبحوا سادرين فقط يتمتعون بالحرية بغير ولاء لأي حزب بغير نظام أصلا، وثانيا وجدوا مجالا الآن في هذه الحريات على النظام نفسه ويريدون أن يستقلوا منهم، فنحن أدرنا الترشيح في قواعده، هو دائما الترشيح كان يأتي إلى القمة. لماذا التباين بينكم وبين الأحزاب الأخرى، حزب الأمة بقيادة صادق المهدي، حزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بقيادة السيد المرغني، يعني هناك أما كان الأجدى لكم كقوى معارضة وشخصيات بارزة وتاريخية في السودان الحديث أن تتحدوا وتجتمعوا على موقف موحد؟ كان الأولى ذلك، هم طبعا انتخابات نفسها حديثة المجتمع لا يعرفها كثيرا، يعني انتخابات النسبية هذه لم تعهد في السودان أصلا، كانت فقط انتخابات نيابية دورة واحدة، الأكثر ليس الأغلب، الأكثر فقط هو الذي يفوز، الآن أدخلنا الدورتين إن لم تبلغ أكثر من 50 لن تفوز، ونصحناهم بأن كل واحد منهم يقدم مرشحه تشتيت الأصوات حتى تتوزع الأصوات، ولا يفوز الحاكم الحالي ب50%، قد يتقدمنا لكن يكون وراء أحد، كلنا نصيب على الآخر، لأننا عندئذ نضمن أنه لن يأتي ليسيطر على الأمن، الأمن ليس تبعا له ولا الجيش ولا المؤسسات ولا المال العام، فكلنا سنتمتع بحرية بيننا وبينه ستكون ثمة وفاق في بعض سياساتنا وحسب، لكنهم لم يفهموا ذلك، كل واحد منهم أراد كلنا أن نجتمع له، قلنا لهم هذا خطر أن تقيم مرشحا واحدا فيه، لماذا؟ ألا يمكن أن تحشدوا جماهيركم خلف مرشح واحد؟ من العسير يا أخي، هذا حشد متطاول منذ 20 سنة، يعني المال العام كله، كل الموظفون السياسيون المعتمدون والشيخ والقبائل معينون كلهم، والنواب كلهم معينون، ووزراء الولايات وحكام الولايات والوزراء الرسميون، وكل سيارات الدولة كلها مسخرة، وكل المال العام مسخر، فمن العسير أن تقاوموا مرة واحدة، لا سيما أن الولاءات كانت تقليدية، من العسير أن تقنعهم أن يصوتوا على لآخر عبر
حدود الولاءات التقليدية من أجل أن هل في ذلك شيء من عدم الثقة ليس فقط بين جماهير الأحزاب إنما بين قيادات هذه الأحزاب؟ لكن كلا، هي أحسب أنه النظام الحديث وكان هذا كان ينبغي أن ينسقوا حتى في أصعدة الولاة والأصعدة الدنيا، ويترك هذه الدائرة لكم لنا فيها كسب نضيفه إليكم وتضيفون إلينا وهكذا، ولكن هم تأخروا جدا. وما إن تقدم المرشحين حتى يتعثر بعد ذلك أن توصيني بأن أنزل عن هذه الدائرة وأفقد فرصة السلطة من أجل دائرة يفوز بها آخر، يعني حتى لو كانت لحزبنا. الولايات الحزبية ضعفت واحد شيء أنباء، وقلت لهم قبل أن يبدأ الترشيح من الخير أن تنسقوا كسبكم في الدوائر قبل أن يبدأ الترشيح تماما، وحتى الحريات وإدخال دارفور في الانتخابات والتسوية مع الجنوب منذ أواخر العام الفاتح، اتركوا له أجلا، قولوا إذا لم يحدث ذلك كلنا سنقاطع مرة واحدة. لكن إذا قدمت آلاف من المرشحين وبقي بينك وبين الميس وبين نهاية الشوط أمتار من العسير أن تردهم بعد ذلك ليفعل ترى ما تشاء. الآن أن القوى المعارضة مخطئة، لأن بعضها حتى اليوم، يعني اليوم الثلاثاء، لم تتخذ موقفها النهائي. هذا 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 خطأ في انتخابات، يعني الآن طبعا قبل الامتحان دائما الطلاب يجتهدون يسهرون كل الليل قبل أيام، يعني كلما قرب المدى لمنافسات كلما اشتدت العزائم وآخر الطاقة تبذل. فكل الناخبين الآن نطوف إلى الولايات ونجدهم كلهم يقولون لنا والله ما فعلوا هنالك، لأن أنفقنا أموالنا حتى ما عندهم أموال يصبوها علينا. أموالنا مع أهلنا وخاصمنا في الجدليات، بعد ذلك لن نفرط في هذا، نحن ماضون. سحب الحركة الشعبية مرشحها كيف قرأته؟ هل آذى العملية الديمقراطية أو الهامش الذي تلعبون به في هذه الانتخابات؟ لعل في الحركة تيارات بعضها انفصالية النزعة وبعضها وحدوية النزعة، يدرك أن مهما كانت الظلامات الماضية خطر على الجنوب وهو منغلق في ليس له مجال إلى البحر وهو متخلف جدا، أن يخرج هكذا ما دام يجد يعني موازنة سوية بينه وبين الشمال غضبا بالماضي. لكن الجانب الآخر لعله هو الذي أراد أن يتركوا الشماليين لوحدهم برئيسهم، والآن كل همنا ينبغي أن يصب هنا، لأن بعد أشهر قليلة مستقبلنا هنا فقط. وهذه النزعة لم تكن نزعة طيبة، يعني دائما أنا تغلب، يعني أن القرار خلف ذلك هو قرار من أطراف داخل الحركة الشعبية وليس بتنسيق أو صفقة بين مزدوجين بينها وبين المؤتمر الوطني. لربما يطمع الرئيس بأن إذا خليت له الساحة الجنوبية لربما يجد بعض الأحزاب، لكن أنا أعرف الجنوب جيدا، أكثر ما يعرف هو يعرفه على الرأس، لكن أنا أدخل الكنائس وأدخل المساجد وأدخل البيوت وأدخل لنا فروح هناك ونتلقى من أهلنا. الصوت سالب في الجنوب عليه، والصوت سالب كذلك في دارفور عليه بسبب الأزمة طبعا سالب، وهو يخشى من هذه الأصوات السالبة الكثيرة. والمدن المثقفون دائما طبعا يحبون الحريات، يعني الإحصاءات والتحليلات تقول أنه سيفوز في هذه الانتخابات وأن له الشعبية الأكبر داخل السودان. هذه يعني إحصاءات قدرية فقط، بعض الدول الأخرى تقول أنه بقي سنين طويلة، يعني نرضى بذلك. هذا هو السودان، حتى الذين يريدون أن يردوه إلى المحكمة الجنائية بقولهم كله أمريكا وأوروبا الغربية المحكمة الجنائية، ويريد أن يحمي نفسه بالطبع كأن الشعب معي، وهذا لا يجديه القانون الدولي القضاء الدولي لا يجدي شيئا أصلا، يعني فهو أشد الناس حرصا على هذه الانتخابات واستعجالها هو أكثر من حزبه. ما الذي يريده الرئيس البشير من هذه الانتخابات؟ إذا فاز يقول للمحكمة، يظن أن ذلك يجديه القانون لكنه لا يجديه طبعا، أني أنا الشعب كله شاهد لي، فغطيتهم خاسرة ذائرة وليست إلا مؤامرات صهيونية أمريكية، طبعا إسرائيل وأمريكا ليست عضوا في المحكمة الجنائية، وطبعا نحن الوحيدون الذين احتملنا السجون في سبيل أن نقول أن القضاء الدولي خير لنا من العلاقات الدولية السياسية حيث الفيتو وحيث الضغوط. القضاء قضاء
الناس سواسية أمامهم. ترى أن الأجدى للرئيس البشير أن يسلم نفسه وأن نعم يقف أمام نعم المحكمة؟ والأجدى لنا كذلك نسلمه، يعني أن يعني الدين بيقول لنا يعني نقول قوامين بالقسط ولو على أنفسنا ولو على آبائنا، إذا كانوا ظالمين أن نقول في هذه الظلم، لكن أظل أبر أبي، حتى لو أنت كنا قد انتخبناه، ما انتخبناه حتى يمثل سيادتنا، لكن لابد أن نقول للعالم أنه نحن نوافق نحب العالمية ونحب خاصة القضاء والقانون في النظام العالمي. يدفعوا عنا هذا الفيتو لأنه خالف الدستورية والقانونية والديمقراطية، ويرفعوا عنا مضاغطات بالمال وهكذا في التصويتات، وردوا أغلب الأشياء إلى علاقات قضائية وتحكمية وهكذا، ونحن نرضى لو كان الحكم علينا، نرضى بالحكم، حكم لنا ينبغي الآخرين، مثل يعني نروح في الرياض الآن تسود. العالم يقترب جدا فلا بد أن يسود، فأردت له ذلك ليذهب، ربما يبرأ، لكن ما العسير علي، أنا أغرأ ما وجه إليه. أنتم يعني لديكم مرشح للرئاسة في حال أخذتم الحكم بموجب هذه الانتخابات، تسلمون الرئيس البشير؟ نحن ملزمون بقرارات المجلس الأمن، وإلا نخرج من الأمم المتحدة. نحن عندنا دينا الميثاق لازم، والرسول صلى الله عليه وسلم سلم إلى قريش كذلك مسلما لأن العهد بينه في الحديبية كذلك. ونحن ملزمون بالأمم المتحدة، ملزمون في الجامعة العربية، لا نرضاها جدا الجامعة العربية، فيها عيوب، فالنظام الدولي فيه عيوب، ولكن ما دمنا نعاهد ونقيم محاكم هنا، نستغني على القضاء الدولي بعد ذلك على أي ما ظلام وقعت في دارفور أو أي ما أكل أموال المال العام. يعني عندئذ المحكمة لن تمد يدها إذا كان القضاء في الوطن مأمونا ومستقلا، ويستقل القضاء في هذه البلد إن شاء الله. نعم، فاصل أخير، نتابع معك هذا الحوار دكتور حسن ترابي، سنعود إليه بعد قليل. مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا في هذه الحلقة الخاصة من ساعة حرة من العاصمة السودانية الخرطوم. عودة مشاهدينا الكرام إلى ساعة حرة من الخرطوم في حوار خاص مع دكتور حسن الترابي، زعيم المؤتمر الشعبي السوداني المعارض. دكتور ترابي، يعني فيما يتعلق بهذه الانتخابات، سبق لك أن طرحت قبل فترة حكومة انتقالية لا يشترط فيها أن تطيح رأس الدولة، هل كان في ذلك إشارة غزل كما يستخدم هذا التعبير للرئيس البشير؟ كلا، كنت أوثر له، لأن مهما طال يعني سجني يعني على يدي، لكن أنا أتحدث دائما موضوعيا حتى لا وتيرة الثارات لا تغلبني ولا أرتهن لها. فقلت لو أنه الآن يعني أسلم أهل دارفور غالب ما يريدون، وأسلم السودانيين حريات، وقال بقيت معكم عهدا طويلا، والآن أريد أن أسوس حكومة انتقالية ولست مرشحا فيكم. السودانيون بعض مهما كان الغيظ والتارات كلها، الناس يتعافون، تعافى جنوب أفريقيا، تعافى البيض والسود بعد كل العذاب يعني. فهذا فقط كان يعني اقتراحا ذكيا له، ووصله لم يصله مني حسب، وصله من أصدقاء عرب جيران وغير جيران. ماذا نصحوه؟ يعني الا يجعل للسودان ما وقع للعراق، يعني نصح صدام يعني طبعا في النجوى طبعا لا علنا، ان يمكن ان تؤويه بلد اخرى ويعيش فيها محترما مكرما رئيسا سابقا، ويترك لبلده بعد قضيه المحكمه هذه. ربما
يقنع المجلس الأمن يؤجل القضية سنة. نعم. يعني منذ متى كان هذا العرض الذي يحكى عنه من ربما من قطر أو من سعودية أو منذ متى؟ ومنا كذلك يعني نحن لا نرسل له رسائل فقط الهجوم يعني. لأنه البلد كلها يعني نريد العرض أن يتنحى ويجنب نفسه ويجنب السودان ويرأس الانتقال يعني ويعني بذلك الناس يعفون. البشر هكذا يعني. نعم. ما أسأت إليهم إذا خاتمة المطاف كانت أن قلت كلمة فيها شيء من الاعتذار وفيها شيء من العفو يعني وهكذا الناس يمكن أن يتجاوبوا بخير. وصله هذا الاقتراح، هل وصلكم رده؟ وصلنا نعم، لكن حوله طبعا كثيرون. الحزب كله يقوم على السلطة. نحن عهدنا من قبل الاتحاد الاشتراكي السوداني تحت النويري. نعم. كل البلد كلها كانت منظومة فيه كرها طبعا لا ندري طبعا، ولكن اليوم الذي ذهب نميري إلى أمريكا وسقط نظامه بثورة شعبية هنا لم يبقى واحد في الحزب. نعم. وكثيرون يخشون أنه إذا ذهب هو أو هو اعتزل أن الأنظمة كلها ستنهار. نعم. وسيأتي ثارات عليهم والأمال العام والسجون والقسوة على الناس وهكذا. نعم. دكتور ترابي، إلى أي مدى يمكن القول اليوم أنه إذا فاز البشير سيكون الوضع أسوأ، وهذا تصريح نسب إليك، هل تقول بذلك؟ هل مما تخاف في حال فاز البشير؟ أولا المجلس القومي غالبا غالبه سيفوز به معارضون، غالب الولاة معارضون، فسيكون الدولة فيها نزع بين الولاة وهم حكام الولايات التنفيذيون بالطبع ومجالس الولايات أيضا غالبهم سيكونون من غير الحزب الحاكم. نعم. فسيكون رئيس الجمهورية سيلقى نفسه معزولا ومن العسير على طبعا في أمريكا يمكن رئيس الجمهورية أن يكون من حزب والمجلس من حزب، لكن العسكري لا يدرك كيف يكون هو معزولا من قواته. نعم. لربما يلجأ إلى وسائل يعني غير قانونية وغير دستورية، ذلك ربما يضطر أهل السودان إلى النزع إلى الثورات، لأنهم عهدوا مرتين في التاريخ الحديث ثاروا على النظام العسكري ثورة شعبية. نعم. وتبعهم العسكر بعد ذلك حتى لا يقتلوهم. هل يمكن أن تقول الآن في حال فاز البشير في هذه الانتخابات ستقوم ثورة شعبية ضده؟ كلا، لكن النزع التشريعات والمالية وطرح الثقة بوزرائه سيكون الحمل عليه مشتدة من كل المجلس القومي. نعم. ومن كل مجالس الولايات ومن أغلب الولاة في السودان، وذلك إما أن يحتمل ويثب بعد ذلك يعني سمحا أو يحاول أن يقاوم يرجع مرة أخرى للوسيلة التي جاء بها يستعمل القوة فيحدث حالة طوارئ ويحل كل هذه المجالس، عندئذ ذلك قد يثير أهل السودان. إذا ثار السودان هذه المرة ليس كالمرات الفاتحة، السودان فيه نزع إقليمي لا مركزي طارد، إذا حدثت فيه اضطرابات لن يبقى هنالك السودان، ستبقى سوادين شتى. سوادين شتى في حال فاز البشير وبقي على هذه السياسة وسلك هذا المسلك، هل تعتقد انه سيغير؟ لان البعض يعني عند الرئيس البشير في خطابه ولدى بعض المحيطين يقولون انهم سائرون في مجالات التنميه واسس التنميه ليس فقط في الشمال انما في مناطق اخرى، وبالتالي انتم يعني تهولون على الناس. هذه لغه الانتخابات يا اخي، وعود الانتخابات هذه يعني هو ما مارس انتخابات تنافسيه ابدا، وكثير من الساسه في ديغول ايزنهاور كانوا عسكريين لكن تركوا العسكريه جانبا. نعم. ودخلوا خضم السياسة ودخلوا إلى السلطة من ذلك الباب. نعم. فتعودوا، لكن هو ما زال يعني. ألا تحسبون له جهوده في وقف حرب الجنوب باتفاقية السلام مع الحركة الشعبية؟ ألا تحسبون له أنه يقيم لكم هذه الانتخابات؟ هو أثارها يعني هو أثارها يعني أثار لا نحسب له أنه وقفها فقط، هو أثارها كذلك، واشتدت جدا الحدة بينه وبين الجنوبيين. نعم. من قبل كانت تقيم بعض التمردات الجنوبية ولكن تسوى، ما بلغنا فيها ما بلغت الآن الاتفاقية من الفصل تمام. أنت تقول أن البشير هو أثار الحرب، ولكن ألم تكن أنت منظر الحرب الجهادية في الجنوب؟ الحرب الجهادية كنا نريد أن نلطش قسوة الجيش، المجاهدين كانوا إذا تولوا على بلد يعنون بالجرحى ويعنون بالأسرى ويعلمون الأطفال، لكن الجيوش كلها لا أقصد الجيش السوداني وحده، الجيوش الغربية والشرقية كلها عادتها أن تسحق وتقتل وتئد وتزرع في الناس ثارات. قضية دارفور كذلك،
علينا وعلى وزراء معه، يعني الآن أصبح قادة من هنالك، أثارها كذلك، فهو أثار فينا ما يمزق السودان ولكن هل تماما، تعتقد في ونسب ذلك مراجعة؟ كله إلى شعار الدين الموحد يعني. نعم، ولكن ألا يعني لا تشكل دعوتك سابقا إلى الجهاد في الجنوب جزءا من مسؤولية إذا ما راجعت الآن تلك المرحلة تجد أنك أخطأت لأن الجيش لم ينفذ ما كنت طبعا تطمح إليه؟ طبعا تقيسنا على الحركات السلفيه التي لا تريد الا ان تقاتل فقط، لا تريد ان تبني شيئا، حتى اذا انتصرت تستطيع مقاتله، لان لا تستطيع ان تبني بيتا يعني. الجهاد في اللغه العربيه اولا فرض في الدين قبل ما يفتح باب القتال اصلا، تجاهد بالكلمه حسب الجهد الذي يبذله الاخر تجاهده بان ترد عليه، اذا حياك تحييه باحسن منها. ولكن هل كان الجيش يفهم هذا المفهوم الجيش للجهاد؟ لا يفهم طبعا، كان هؤلاء متطوعون غالبا، كانوا الطلاب متطوعون يعني تقول انهم اساءوا الى ابدا دعوتك؟ ما فعلوا، هم اساء الجنوبيين انفسهم، لان لكرهوني اكثر من الاخرين، ذهبت الان للجنوب يستقبل اكثر مما يستقبل الاخرون، رغم تحريضات الغرب هذا اصولي وهذا خطر عليكم والشريعه بن لادن وهكذا، ولكن اسال الناس كيف استقبل في الجنوب، ولنا فروع فيه يعني، ولكن احزاب اخرى هي كلها بعيده من الجنوب. ولا الجهاد قصدنا به روحا تقاتل ولكنها ارحم واتقى اضبط من دفع السلطة العشواء هكذا لتسحق وتقتل وتنتهك الأعراض وتسلب الأموال، كما حدث في دارفور كذلك. نعم، في دارفور يتهمك الحزب أو المؤتمر الوطني بأنك تقف وراء حركة عدل والمساواة وأن هذه الحركة لا تعمل إلا بوحيك وأنك المنظر لها والذي وتخطط من أجل مكاسب سياسية أو شخصية أو ما شابه، يعني كيف ترد لو على كان هذه؟ ذلك يجدي لأجد في عمر بشير نفسه الذي جئنا به من الجنوب في آخر يوم يعني، ولا يعلم شيئا، وليس دستوريا ولا اقتصاديا، هو عسكري وحسب، كان معه هذا القائد لهذه الحركة، كنا جميعا معا واختلفنا على اللامركزية، الآخر قال هؤلاء عساكر لا يحدثون، لا يبادلونك الحجة بحجة، يبادلونها طلقة بطلقة، لا يجدي معهم، الجنوب تلقى حقوقه بأن قابل البندقية بالبندقية وسواهم وأجلسهم، وحوله البريطانيون والأمريكان وقهروهم حتى يوقعوا وأخاهم، فقال قلنا نحن لا، نحن نخرج ونجادلهم سياسيا ونتحمل السجون وهكذا، الآخر خرج هنالك، فهو نفسه هذا الرجل كان وزيرا عنده ما عندي أنا، ومستشارا لحكومته، وآخرون كذلك خرجوا من سلطانه. في أي علاقة مسلحة لك بالحركة؟ أكلا، يكفينا ما فعل بنا المسلحون يا أخي. خيار السلاح ألغيته من قاموسك نهائيا؟ لا طبعا يعني لا ألغى مطلقا يعني، أنت تعيد نفسك إذا عاد عليك عاد من الخارج وأنت مظلوم، لا فردا، حتى فردا إذا عاد علي عاد أرد عليه دفاعا عن نفسه. بكلمات كيف تصف سلطة الرئيس البشير الآن؟ هي مثله مثل أي عسكري آخر يا أخي في العالم، النمط واحد يا أخي، البشر يعني من فرعون إلى يومنا هذا، وتجد ذات النمط وذات الأحزاب من حوله، هي حول النفاق، وشهدناه هنا في السودان مع نويري الأحزاب، وتلقاها في بلاد عربية أخرى أحزاب مصطنعة فقط يعني، إذا ذهب الواحد ينفضون عن لأنه ما التقت على منهج، ما التقت طوعا، التقت هكذا لضرورات الحياة والمعاش والخوف من الحاضر، فهو كالآخرين طبعا، في الطبع السوداني يعني احيانا يطلق لسانه اكثر مما ينبغي للرئيس طبعا، هذا لا نرضاه عنه طبعا، لا يرضاه المسلم ولا يرضاه حتى ايما رئيس، يعني يحاول ان يحفظ لسانه ويترك لادنى الصحفيين ان شاءوا ان يطلقوا هذا اللسان، لكن السودان عموما ادبهم في اللفظ الطف من ان تطلق اللسان بغير ما حدود، بعض بلاد اخرى فيها عندها تتحدث عن تعبيرات محدده تجاه المحكمه الجنائيه وتجاه المراقبين الدوليين مثلا واخرين كذا، حتى مع الاحزاب كان قديما لما كانوا معارضين جدا كان احيانا يطلق عليهم كلمات، طبعا انت عارف غضب الناس، بعض الناس يرتهنون الى الغضب، لا جدوى اذا كذا اختلفت معك يعني.
أكسيها في لطف المقال، لكن أقول كلمتي أصدع بالحق معك. لدينا دقيقة ونصف، أريد منك، هل لك أن ترتب لي شعبية الأحزاب السودانية، يعني المؤتمر الشعبي وحزب الأمة والاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الوطني؟ أول هذا غيب لا أعلمه، لأنه لو كان عندنا لو كانت عندنا انتخابات يا أخي قبل يعني متعاقبة لحسبت أن هذا الحزب يتعاظم ويتسع، وإذا الحزب الآخر ينكمش ويتقلص يعني لربما أستطيع أن أغرأ. لكن هنا في السودان منذ بضع 20 سنة أجيال جديدة لم تحد، وأغلبها ولاءاته ضعيفة لأن ما انتظمت في أحزاب بعد. ومن العسير جدا أن أقول لك تماما، صحيح أن المال مسكوب الآن للرشاوي، لكن أدري ما أدري كيف يتعامل السودانيون أمانة يعني مع المال، هل يقبضون المال ثم يذهبون وراء حجاب ويكتبون ما يريدون ضد الذي أعطاهم الرشوة؟ المؤتمر الشعبي شعبيته أكثر من حزب الأمة أم حزب الأمة أكثر؟ لا لا طبعا تقليديا حزب الأمة طبعا كان هو يحكم البلد دينيا في القرن 19 يعني، وكان حزب تقليدي ومتعود أنه دائما يكون هو الحزب الأغلب أو ينافس الآخر، ونحن كنا حركة جديدة تمتد ودائما الكبير يعني دائما يرى في مثلا الاتحاد الديمقراطي كانوا كهولا واصبح هو عجوزا يعني يعوي عليهم يراهم لانه عهدهم اطفالا بالطبع. فيعني انا لا اريد ان والاتحاد الديمقراطي تعتقد ان الاتحاد الديمقراطي هو اتحاد منبث هكذا يعني ليس فيه نظام كثير منبث هكذا، الحركات والمبادرات كلها تاتي من قواعده، ان كان هو دائما الاقرب الى الوعي من حزب الامه، حزب الامه كان البريطانيون كل مناطقه تركوها بغير تعليم لفتره طويله، فورث حكم الجهاد ورث كذلك الانضباط الشديد، حزب هذا صوفي وفيه شيء من الطوعيه. بكلمه واحده أو جمله واحده، هذه الانتخابات الى ماذا ستؤدي بالنسبه اليكم؟ هي تقدم ان شاء الله في اخلاق الانتخابات، من كان السودان طيبون لا يلون العنف، وفي احكام نظم الانتخابات المختلفه، وتقدم في حريه، ما احسب ان الحريه هذه سترتد، فائزا من فاز لن يستطيع ان يردنا الى ذات الموازنه الجائره بين السلطان والحكم. شكرا جزيلا لك دكتور حسن الترابي الامين العام للمؤتمر الشعبي السوداني المعارض على هذا الحوار في العاصمه السودانيه الخرطوم. مشاهدينا الكرام، حوارات الحرة مستمرة من العاصمة السودانية الخرطوم، تابعونا دائما عبر قناة الحرة، إلى اللقاء.